السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلبة وطالبات تخصص الزخرفة والإعلان، النهاردة الحلقة بتاعتنا تعتبر حلقة مراجعة لمادة الرسم الفني. النهاردة في الحلقة بتاعتنا إن شاء الله هنقول لك المفروض إن مادة الرسم الفني أنت تعمل فيها إيه، إزاي بتقوم بحل الأسئلة الخاصة بالمادة دي. طبعا هو مش حل، طبعا انت بترسم بناء عليه نقدر ان احنا نبقى هاديين قوي واحنا شغالين في مادة الرسم الفني اللي الزمن بتاعها 5 ساعات، نقدر ان احنا يعني نحسب وقتنا ونحاول نخلص قبل ما نسلم الورقة بتاعتنا بفترة من الوقت، ونقعد كده لغاية ما الالوان بتاعتنا تنشف. ان شاء الله الحلقة دي يا ريت نركز فيها كده، وهنجيب ورقة وقلم، هقول لك بعض التركيبات اللونية النهاردة، هقول لك ازاي تعمل عملية تحوير للرسمة اللي جاية في الامتحان عشان تعمل لها عملية تبسيط، وعملية تحوير دي بتبقى محسوبة من ضمن الأسئلة بتاعتك. فبإذن الله يعني نركز سوا ان شاء الله، وان شاء الله تكون حلقة شيقة وتعجبكم. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ورقة الامتحان هتبقى زي ما انت شايفها كده على الشاشة، غالبا بتكون فيها سؤالين او فيها 3 اسئلة. لو بصينا على ورقة الامتحان على الشاشة بتاعتنا هنلاحظ حاجة، يعني هي بيبقى ممكن يبقى سؤال، وممكن يبقى سؤالين، وممكن يبقى سؤال منقسم الى 3 اجزاء. فلو قلنا مثلا ان هنا السؤال بيقول لي ايه الشكل، السؤال الاول دراسة طبيعية لكف يد، ايه المطلوب؟ المطلوب انك تنقل الرسم بمقاس الرسم مع مراعاة الدقة في النسب، وبعد كده هتقوم بتظليل الشكل ده بالقلم الرصاص بدرجاته المختلفة، او التحبير بالحبر الاسود. يعني انت السؤال بيقول لك انت هتنقل اليد دي وهتنقلها بمقياس رسم مناسب، ما حددتش، لكن ساعات بيقول لك الضعف، ساعات يقول لك كبرها مرتين، تمام. وهتعمل كمان عمليه تظليل بالقلم الرصاص بدرجات مختلفه، او عمليه تحبير بالحبر الاسود. السؤال الثاني بيقول لك ايه شكل بي، عبارة عن طائر بري يقف على صخرة، المطلوب ايه؟ تكبير الطائر بمقدار 1:2، تمام. النقطة الثانية، عمل تكوين او تصميم زخرفي باستخدام الطائر والعناصر الاخرى المجاورة. 3، تلوين التكوين بالالوان الجواش الساترة المناسبة، ومراعاة الدقة في التكبير والتلوين مع تلوين الخلفي. طيب 4، الاهتمام بالمظهر الجيد يراعى عند التقييم. وقال لي ملاحظات، يمكن إضافة جميع العناصر المجاورة أو بعضها. التقسيمات اللونية للأرضية لا تعتبر إضافات، عدم وضع إطار حول هذا الشكل. وهنبص تحت هنلاقي إن هو مديني مجموعة عناصر تحت ممكن أستخدمها مع التكوين بتاع الطائر. طيب إحنا بقى نفهم من الكلام ده إيه؟ يعني اول حاجة لابد ان احنا ناخد بالنا منها ان الامتحان هنا متقسم ل3 اجزاء. الجزء الاولاني قال لك فيه طلب فيه ايه؟ طلب فيه عملية نقل للتصميم اللي موجود اللي هو كان كف اليد، وما حددش مساحة، لكن ده مش معناه ان هو ممكن الامتحان اللي انت هتروحه بتاع الرسم الفني ما يحددش مساحة، لا، ممكن تلاقيه محدد مساحة. وانقسم كده السؤال الاولاني الى نقطتين، النقطة الاولى بتقول لك انقل بمقياس رسم مناسب،
وساب لك الحرية في ان انت تعمل ده. والنقطة التانية قال لك ظلل باستخدام القلم الرصاص او استخدام الحبر او الحبر الشيني او التحبير. طيب هنا حتة بقى الدرجة بتتقسم ازاي؟ هتلاقي السؤال الاولاني ده مقسوم الدرجة بتاعته على اتنين، جزء بيكون على نقل الكف اليد ده بالمقياس الرسمي المناسب، وجزء تاني بيكون على التظليل. والجزء بتاع التظليل مثلا لو السؤال الاولاني ده من 30 درجة هتلاقي النقل بتاعه مثلا من 10 درجات، وتلاقي ممكن الظل والنور من 20 درجة او النص بالنص. هنا لابد ان انا اهتم قوي بالنظافة التصميم وانا بطبقه. ليه؟ لان برضو النظافة بيبقى جزء، نظافة الورقة وانا شغال بيبقى جزء من ايه؟ جزء من التقييم. السؤال الثاني لو نرجع كده نبص على السؤال الثاني هتلاقي ان السؤال الثاني كان عبارة عن 4 نقاط. معنى كده ان درجته في التقييم لو هو مثلا من 70 درجة، والاولاني مثلا من 30 والتاني من ايه؟ من 70، هتتقسم على 4 نقاط دول. هتلاقي التكبير والتلوين عليهم اكبر درجتين، هتلاقي الاهتمام بالمظهر عليه درجة بسيطة، هتلاقي مراعاة الدقة في التكبير والنظافة ده عليه ايه؟ درجة. يعني مثلا لو قلنا ان الدرجة دي من 70 درجة بتاعت السؤال التاني اللي فيه شكل الصقر، هتلاقي حاجة ان مثلا هتلاقي الجزء الاولاني بتاع التكبير مثلا من 20، وهتلاقي مثلا التلوين من 30، يبقى دي 50 درجة، وهتلاقي جزء تاني فاضل 20 درجة، 15 درجة على الدقة والتشطيب والكلام ده، و5 درجات على النظافة. يبقى احنا لابد ان احنا نراعي قوي ده واحنا شغالين. طيب الورقة بتاعتي لابد ان انا اقسمها، في جزء يبقى موجود كده في الورقة من تحت، ده اللي بيبقى موجود فيه البيانات بتاعتي. الورقة بتاعتي بيبقى ورقة رسم كبيرة، البيانات بتاعتي بقى رقم جلوسي واسمي ومدرستي والفيلم ده كله، البيانات اللي انت بتكتبها كل يوم في الامتحان بتكتبها هنا. فلما تيجي تقسم الورقة بتاعتك عشان ترسم عليها، يبقى هتعمل مثلا الجزء بتاع اللي انت هتعمل فيه التلوين بالشغل الظل والنور فوق، والجزء اللي هتعمل فيه التلوين تحت. طب ليه هتعمل كده؟ الجزء اللي فوق ده انت هتشتغل ظل ونور بالقلم الرصاص، تشتغل ظل ونور بالقلم ايه؟ الرصاص او بالتحبير. طيب ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى ان انت بعد ما بتخلص لو هترسم في الصفحة اللي ورا وانت عمالي ترسم وتلون، فالظل والنور عمالي يحتك بالارضية، فبالتالي القصة ان الالوان بتخش ببعضيها او الظل والنور بيخش ببعض بتاع القلم الرصاص، تمام؟ وده بيضعف الديزاين بتاعك وبيخلي التصميم بتاعك ايه؟ ياخد درجة اقل. طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا برسمه فوق، وبعد ما برسمه بجيب معايا ورقة، الورقة دي ممكن تكون ورقة الاسئلة، ممكن تكون ورقة كلك، واروح لازقها على التصميم اللي انا ظللته من فوق بالسلوتيب واسيبها كده. طب ليه؟ عشان خاطر الرصاص والظل والنور، لو انا شغال برصاص واغلبكم بتشتغلوا بالرصاص، ما يوسخش الارضية، وايدي وانا شغال ما تمسحش الايه؟ القلم الرصاص ودرجات الظل والنور اللي انا عملتها. والجزء اللي تحت اللي انا بلون فيه ده، المفروض ان انا وانا بلون اراعي حاجة مهمة قوي، ان انا بعد ما اخلص تلوين
الالوان الجواش اللي انا شغال بيها محتاجه على الاقل من 10 دقائق لربع ساعه عشان يحصل لها جفاف، لان انا ممكن اخلص تلوين وقبل ما الورقه ما تجف اروح مسلمها. طبعا يعني المراقب اللي واقف مش عارف طبيعه التخصص بتاعك، مش عارف طبيعه الالوان بتاعتك، لانه ممكن بيكون يعني ملاحظ من يعني تخصصات تانية، فبيحط الورق على بعضه، فيبتدي الورق وهو لسه طري يلزق في بعضه، فده ممكن يعمل ايه؟ ممكن ان هو يتسبب ان التصميم بتاعك اللي انت قمت بتلوينه وتعبت فيه، التصميم ده يحصل فيه تلف او الورق يلزق في بعضه. طبعا الزملاء من المعلمين بيراعوا ده قوي، يعني هم فاهمين كويس قوي طبيعة ده، فهم وهم بيصححوا بيراعوا ان الورق ده لزق في بعضه، وبيبان جمال التصميم. لكن انا بقول لك يا ابني انت وهي، ان انتوا لابد ان انتوا تعملوا ايه قبل ما تسلم الورقة، تقعد حوالي 10 دقايق لغاية ما الالوان تجف تماما، تمام، وما تسلمش الورقة والالوان لسه طري. ولابد قوي ان احنا نراعي بقى مجموعة حاجات كده هنتكلم عليها تاني، هنرجع نبص بقى على الشاشة بتاعتنا تاني وهنقول بقى التكبير. احنا هنشرح التكبير، كان بودي ان انا اشرح التكبير هاند ميد، ان انا يعني ارسم لكم، ولكن يعني لم يتاح ده، فهنتكلم على التكبير، هنتكلم على ده يعني وهنفهم بإذن الله. التكبير للتصميم ده معناه ان انت بتضاعف حجم التصميم حسب النسبة المطلوبة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو طلب منك ان انت تكبر نص مرة، لو طلب منك ان انت تكبر نص مرة معناه ايه؟ معناه ان كل سنتي على الرسم بتخليه سنتي ونص في التصميم، كل سنتي على الرسم بتخليه سنتي ونص في الايه؟ في التصميم. لو طلب منك الضعف بتخلي كل سنتي 2 سنتي. يبقى لابد ان انت تراعي قوي في التكبير بتاعك، ان انت تنفذ التكبير وفقا لطرق التكبير اللي انت تعلمتها في المدرسة من المعلمين بتوعك. طب ايه الطرق اللي انت تعلمتها؟ انت تعلمت طريقة المحاور، وطريقة المحاور دي انت بتوصل الاقطار بتاعت برواز التصميم المطلوب تكبيره ببعضها البعض، وده بيؤدي ان يبقى فيه مثلثات متجاورة محصور جواها خطوط العناصر اللي انت بتقلدها او بترسمها. طيب طبعا طريقة المحاور كلنا فاكرينها وعارفينها، زي ما انت شايف كده، بحط التصميم بتاعي كله في شكل مربع او مستطيل، وبعد ما احط التصميم بتاعي في شكل مربع او مستطيل ايه اللي بيجرى؟ اللي بيجرى ان بوصل الاقطار اطراف المستطيل ببعضها، الخط ده الخط ده ومن هنا لهنا، تمام، ونصف وابتدي ان انا اوصل الاقطار دي ببعضها. وكل ما زودت في الاقطار دي كل ما ايه اللي حصل؟ كل ما بقى عندي دقة اعلى في نقل التصميم. بس في نقطة لابد انت تعملها، انت تبص للشكل كده عبارة عن 4 اجزاء او في 4 مربعات رئيسية. لو انا مسكت ده ورقمته، ده مثلث 1 وده مثلث 2 وده مثلث 3 وده مثلث 4 وده 5 وده 6 وده 7 وده 8 وده 9، لما اجي اكبر على الورقة بتاعتي عفوا الورقة الفاضية، هرقم في الورقة اللي انا نقلت فيها الاقطار بتاعتي، هرقم نفس الترقيم. طب ليه بقى؟ عشان وانا بنقل الخطوط بتاعتي اللي انا هرسمها من
التصميم اللي هو مرسوم قدامي للورقة البيضة اللي أنا مقسمها مغلطش وارسم حاجة في من مثلث في مثلث ايه تاني وارجع امسح وعطل ايه نفسي. طيب ايه كمان بقى؟ في عندي طريقة تانية اللي هي طريقة المربعات. طريقة المربعات فيها بتقسم التصميم المطلوب تكبيره لمربعات وترسم المربعات دي بالمقدار اللي انت عايز تكبره، عايز تكبر مرتين، عايز تكبر ثلاثة، عايز تكبر نص مرة، عايز تنقل بنفس المقاس، ماشي، بتعملها بالطريقة دي، طريقة الايه المربعات. يبقى احنا عندنا طريقتين للتكبير اتعلمناها في المدرسة اللي هي طريقة المحاور اللي كانت موجودة في الصقر اللي احنا شفناه، وطريقة المربعات اللي احنا شايفينها قدام. طريقة المربعات هنا زي ما انت شايف كده هو مكبر تقريبا مرتين، بنقل كل خط موجود في مربع للورقة البيضة بتاعتي اللي انا سطرتها عشان انقل الخطوط. انت لما بتيجي تنقل وبتكبر ما بترسمش الكتلة بس، يعني ما بترسمش اللي موجود جوه بس، انت بترسم العلاقة ما بين الكتلة والفراغ. يعني هنا لو شفنا الجزء ده من شعر الـ 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 الشاب اللي احنا بنرسمه ده هتلاقي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء مثلث وفي جزء تاني فوقيه فراغ. بحاول انقل الكتلة والفراغ في وقت واحد، ما بنقلش الكتلة بس. ليه؟ عشان يبقى انا مراعي النسبة والتناسب اللي مطلوبين، مراعي النسبة والتناسب اللي ايه؟ اللي مطلوبين، تمام؟ وابتدي انقل مربع مربع وجزء جزء، يعني الجزء ده مثلا عامل زي المثلث اهو، لغاية ما منقل التصميم كله. انا بقول لك حاجة، اول حاجة تعملها او اول حاجة تعمليها انكم تنقلوا الاوت لاين، الخط الخارجي. حدد الخط الخارجي الاول وارسم في المربعات الخطوط اللي موجودة في الخط الخارجي الاول، وبعد ما تعمل الخط الخارجي وتملاه تعمل ايه؟ تبتدي ان انت ترسم الخطوط الداخلية. وطبعا بعد ما بتخلص بتعمل اوت لاين خطوط خارجية الاول كلها، وبعد كده تبتدي الظل والنور ايه بتاعك. يبقى دي اساليب الايه؟ اساليب التكبير اللي احنا خدناها. اساليب التكبير اللي احنا خدناها تنقسم الى طريقتين، طريقة المحاور وطريقة الايه المربعات. ولابد ان انت وانت في البيت تدرب نفسك، تقعد تدرب نفسك على مثلا اي حاجة، افتح الكتاب بتاع الرسم الفني بتاعك وامسك اي تصميم من التصميمات اللي موجودة وابتدي ان انت ايه انقل فيه، انقل التصميم، كبر، حط الشكل ده ما بين، ممكن حتى نعرضه كده على حتى كاميرا اللاب، هتحط الشكل ده قدامك وهتحصره داخل ايه؟ تحصره داخل مربع او مستطيل، وتوصل الاقطار بتاعته، ولما توصل الاقطار بتاعته هتعمل ايه؟ هتبتدي ان انت هتقسمها بقى، اذا كنت انت شغال مربعات او شغال مثلثات اللي هي المحاور، وابتدي ان انا بعد كده انقل الشكل زي ما احنا اتعلمنا من المعلمين بتوعنا. طيب نيجي بقى نتكلم على اللي هي مثلا دراسة تفصيلية اللي هي موجودة في السؤال الاولاني. الدراسة التفصيلية انت بتنقل وبتعمل عملية تظليل. انواع التظليل كتيرة قوي. في التظليل بطريقة الخطوط التهشيرية اللي هي عبارة عن خطوط جنب بعضها بالقلم الرصاص او بقلم الفحم او حتى بالقلم بتاع الحبر جنب بعضها عشان اطلع الظلال، بتقل في بعض الاماكن وبخفف في اماكن تانية، بتقل في بعض الاماكن وبخفف في اماكن ايه تانية. في النهاية بعد ما برسم انا مش عايز اشوف الخط ده الاوت لاين ده واضح كده، لا انا عايز اشوف كده ان كل الخطوط الخارجية بتكون تقريبا
اختفت او انتهت، تمام؟ وبين ايه؟ بين بالظلال، ما يبانش خط خارجي. اي خط خارجي يبان، يبان بالظل والايه والنور. في الدراسة الطبيعية بالظل والنور لبعض انواع الطيور باستخدام الريشة او بالحبر زي ما احنا شايفين، اللي بعمله بالقلم الرصاص في اسلوب التهشير او التنقيط هقدر اعمله بالقلم التحبير، لكن اللي هعمله بالقلم الرصاص بالظل والنور وهستخدم بقى الاستيكة وهستخدم منديل ورق او هستخدم قلم اللي هو الاقلام الورقية اللي بسيح بيها الرصاص مع بعضيه، مش هقدر اعمله في التحبير، لان التحبير انت بتحط النقطة وبتحط اللون، ما بينفعش ان انت تسيحه او تدخل لون على ايه؟ على لون، الا بالتهشير او بالتنقيط. كمان عندك اسلوب التهشير في اللوحة اللي احنا شايفينها دي، هتلاقيه واضح قوي، هو هنا اشتغل بالحبر ما اشتغلش بالقلم الرصاص. هتلاحظوا انها عبارة عن خطوط متجاورة، خطوط ايه؟ متجاورة جنب بعضيها. زود الخطوط المتجاورة اللي جنب بعضيها، غمق الجزء ده، فبان تحت بطن العصفور ان ده المنطقة دي منطقة ظل، ودي اكتر منطقة فيها اضاءة قليلة حسب ما تخيل الرسام ووفقا لقواعد الظل والنور، والمنطقة دي هتكون اكثر اضاءة شوية، فهنا كانت اغمق وهنا كانت افتح وحواليها كان افتح. وهنلاحظ ان هو عشان يحقق الدوران ويحقق التجسيم في جسم العصفور ده، هنلاقيه تقل التهشير في بعض الاماكن وخفها في بعض الاماكن ورجع تقلها تانية في اماكن تانية، بعيدا طبعا عن الشغل اللي هو عمله في الجناح وفي ديل العصفور. ممكن نطلع عيب في الرسمة دي مع انها رسمة يعني احترافية قوي، الخط ده الخارجي ده ما كانش لازم يبان، كان لازم يتقفل كده زي الجزء اللي موجود عند البطن وما يبانش خط كده خارجي او اتلاين، لا كان يعني ايه يعني يدوب مع الشغل بتاع التحبير بتاعي بتاع الظل والنور مع بعضه، ما يطلع ليش خط خارجي كده. نيجي بقى برضو هنلاحظ هنا ان في دراسة لأوضاع مختلفة الحيوان فرس النهر. الدراسة التفصيلية دي معمولة بالقلم الرصاص او بالتحبير، معمولة بالظل والنور زي ما احنا شايفين كده، ومعمولة باسلوب التهشير، كلها عبارة عن خطوط جنب بعضها. افضل احط خط جنب خط جنب خط جنب خط جنب خط جنب خط بسرعة جدا جدا جدا، تمام؟ ولما عاوز اتقل اعيد عليهم تاني، واقدر اتقل في اماكن واخفف في اماكن تانية واخفف اكتر في اماكن تانية لغاية ما يديني التجسيم اللي انا عاوزه. دي مهمة قوي من الحاجات اللي احنا لابد نراعيها واحنا شغالين في السؤال الاولاني وشغالين ظل ونور، لان انا داخل اجمع درجات المئة درجة بتوع الرسمة او درجة الرسمة الكاملة انا عايز اخدها كاملة، فلابد ان انا ابقى شغال مش مستعجل، بحاول اطلع اجمل ما عندي، مستريح نفسيا كده وانا شغال، مش قلق نفسي. دي مهمة قوي. هنلاحظ الرسمة دي يعني كانت مطلوبة في اختبار ما، هنشوف الطالب عمل فيها ايه، يعني هي جات له في الامتحان كده، وده كان امتحان مدرسي، وطلب منه ان هو يعمل عملية معالجة. هنلاحظ حاجة، ان الطالب ما رسمهاش زي ما هو شايفها، لا ده هو استخدم عقله واستخدم الابداع والابتكار اللي موجودين عنده في انه يعمل ايه، في انه يحور الشكل، وهنتكلم على التحوير ده بصفة ايه تانية. بس تعالوا نشوف زميلنا او زميلتنا اللي من احدى مدارس محافظة دمياط عملت ايه في شكل وحيد القرن ده.
زي ما احنا شايفين هي رسمت جردت الشكل من بعض العناصر بتاعته، وكمان شالت بعض الحاجات من الخلفية وعملت دراسة للخلفية مختلفة بإيديها، واستخدمت الظل والنور، وبعد كده استخدمت الأستيك عشان تعمل الخطوط اللي هي الخارجية دي. وده كان أنا بعتبره نوع من الذكاء منها في إنها عملت كده. هنلاحظ بقى هنا بما إن التظليل بيتم بالقلم الرصاص، وشغالة برضو هي بأسلوب التهشير الخطوط الخارجية اللي مش واضح فيها خط خارجي، هي المهارة اللي عندها انها شكلت جسم وحيد القرن ده وطلعت التجسيم فيه وطلعت الدورانات اللي فيه من خلال ايه؟ من خلال استخدامها لدرجات الظل والنور بالقلم الرصاص. طيب نروح هنا، هنلاقي زميلة ليها استخدمت القلم الرصاص في عمل ظل ونور لشكل الطائر اللي احنا كنا جايبينه من شوية. لكن عايز اقول لكم حاجة، وهو وان كان الشغل ايوة مش احترافي قوي، ولكن اللي حاصل ان فعلا التصميم الى حد ما يعني ما كانش وحش، تصميم كان الى حد ما تصميم جيد، ولكن نقدر نطلع احسن من كده بكتير وبمراحل عشان نقدر نحقق درجة عالية احنا محتاجين ان احنا نحصل عليها عشان نرفع درجاتنا للطلبة اللي هو عندهم طموح ان هم يستكملوا دراستهم الاعلى بمشيئة الله. هنلاحظ هنا برضو دي شكل لأنثى الاسد و من الامام. هنلاحظ حاجة ان هنا كان في تشريح في الشكل، وتم عمل برضو الظل والنور بالتشريح باستخدام الخطوط التهشيرية. عفوا. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة قوي لابد ان احنا نعرفها، اللي هي التحوير والتجريد. ايه هو التحوير وايه هو التجريد؟ انا عايز اقول حاجة يعني قبل ما ننتبه للشاشة، عايز اقول ان انت جالك الديزاين قدامك في الامتحان، جالك التصميم، انت بصيت للتصميم في الامتحان وبعدين حسيت ان هو مليان خطوط كتير. بعض الطلبة بيتخض اول ما يبص الامتحان الرسم الفني، بيتخض، ايه ده؟ انا هرسم ده ازاي؟ ايه الخطوط الكتير اللي فيه دي؟ لا، انت من ضمن الدرجات اللي انت بتحصل عليها في المادة دي ان انت بتعمل عملية تحوير وتجريد وتبسيط. يعني انت بتبسط في الشكل وتحور فيه وتشيل بعض تفاصيله وممكن تضيف تفاصيل تانية، فما تقلقش او ما تقلقيش، ما تخافوش لما تلاقي حاجة زي كده. يعني ابتدي بص للشكل وشوف ازاي هتبسط العناصر بتاعته، وانا هشرح لك ده. نرجع تاني نبص على الشاشة بتاعتنا ونشوف يعني ايه تحوير ويعني ايه تجريد. تفضل. انت بتكبر النموذج بتاعك عشان انت هتلونه بالالوان الجواش، فلابد ان انت تعمل عملية تحوير، ده حاجة طبيعية جدا، وانت تبسط العناصر وتشيل الخطوط الصعبة وتحذف العناصر الصغيرة عشان يبقى التصميم بتاعك جاهز للتلوين. زي هنا، هنا اظن لو جالك التصميم اللي على اليمين ده في اي امتحان حضرتك او حضرتك هتتخضوا جدا، ايه ده؟ ازاي انا هرسم ده؟ هو ده انا همتحن فيه؟ هو ده امتحان يجي لي؟ يعني انت المفروض ان من ضمن الحاجات اللي المعلمين بتوعك علموها لك ان انت تعمل عملية التحوير والتجريد. هتلاحظ ايه اللي حصل هنا؟ هتلاحظ ان الطائر تم تبسيط الخطوط بتاعته الناحية التانية
زي ما احنا شايفين كل الخطوط اللي فيها شغل ظل ونور بقت عشان هلون بقت خطوط ومساحات زي ما احنا شايفين. الجناح تم تبسيط شغل الظل والنور فيه وتم تقسيمه، والديل نفس الموضوع. الكتلة الخارجية للشجرة اللي الطائر واقف عليها حصل فيها نفس الموضوع وتم التبسيط بتاعها. الزهور بتاعتنا اللي موجودة هنا اللي كانت مرسومة ومعمول لها خطوط ظل ونور عشان تظهر كأنها طبيعية تم تبسيطها وبقت روزيتا كده ما فيهاش اي تفاصيل عشان التلوين. هنلاحظ حتى ان طائر من الطيور اللي كانت موجودة في الخلفية اتشالت. ما تقلقش مش هتنقص درجتك، مش هتنقص، انت عملت عملية التحوير والتجريد اللي مطلوبة منك فالدرجة مش هتنقص، تمام؟ بل بالعكس كمان انت هتساب على ده، لان من ضمن الدرجات اللي محددة اللي كانت موجودة عندك في السؤال ان ايه؟ قال لك مع عمل التبسيط والتحوير والتجريد كما تراه مناسبا. هو بيسيبك كده ان انت تطلع الابتكار والابداع والفن بتاعك في التصميم اللي انت شغال عليه. هنبص تاني هنا مثلا، دي تصميمات محورة لشكل الغزال مع الخلفية الصحراوية اللي هم واقفين عليه. برضو كانت لما كانت موجودة ظل ونور كانت مجسمة قوي وشكلها طبيعي جدا، لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان تم تحويرها وتجريدها زي ما احنا شايفين كده. طيب نيجي بقى نروح لمرحلة التلوين. مرحلة التلوين انت بتبقى عدد كبير من الطلبة يجي عند حتة التلوين دي وتلاقيه كان بيلون حلو في الفصل وفي المدرسة مع المعلمين بتوعه لأنه كان تحت إشرافهم وتحت توجيههم، لكن لما يجي يلون في الامتحان ساعات بيقلق وساعات بيكون مش عارف يلون إيه، وساعات عايز يحط أجمل ما عنده فيستخدم ألوان كتير فيطلع في النهاية التصميم بتاعه كأنه كرنفال، يعني تحس ان هو رسم بغبغان مش رسم حصان مثلا او مش رسم نعامة، حط الوان كتيرة جدا. لذلك لابد ان انت تراعي ان انت تقلل الالوان اللي موجودة في الشكل بتاعك اللي انت شغال عليه وبتلونه. لابد تراعي ان يكون في تباين ما بين الارضية وما بين الشكل، وهنعرف ده وهنشرحه لما نرجع للشاشة كمان شوي. لابد ان انت لو انت رسمت العنصر بالوان دافية او الوان سخنة يبقى الارضية لابد تكون بالوان يا اما الوان باردة او الوان بيسموها يعني الوان تكون مش واخدة من نفس شكل ألوان العنصر، بيسموها ألوان محايدة، يعني رماديات مثلا أو درجات الأبيض بالأسود، الألوان أي ألوان محايدة، تمام؟ يا يعني إما ألوان هعمل عنصر ألوان سخنة يبقى الأرضية ألوان باردة أو ألوان إيه؟ محايدة. هعمل عنصر ألوان باردة أو محايدة يبقى الأرضية ألوان سخنة، لأن الاتنين بيبرزوا بعض، الاتنين بيظهروا بعض. طب أنا هرسم العنصر بس ولونه ومش هشتغل في الأرضية، مش هلونها، لا ما هو ده برضه هيقل الدرجه بتاعتك. لابد تلون الارضيه وما تتعبش كتير قوي في تلوين الارضيه وتقسمها عشان ما تاخدش معاك وقت الا اذا كنت انت حاسب وقتك ومتدرب عليه كويس قبل ما تروح الامتحان في البيت. يعني تعبت تعمل الارضيه وان كلر لون واحد، طبعا الارضيه لو اتقسمت وبتاع وبدات ان انا اعمل عمليه تدريجات لون في الارضيه طبعا ده بيعلي كفاءتك قدام المصحح اللي بيصحح ورقتك فبالتالي بيديك درجة أعلى، تمام؟ طيب نشوف إزاي بنشتغل وإزاي بنلون. بنعمل عملية تقسيم للعنصر لتسهيل تدريجه باللون. يعني هنشوف بقى عملية التقسيم دي عبارة عن إيه.
انا بقسم الشكل لاجزاء ومساحات صغيره وبرقمها ترقيم تصاعدي من 1 لـ10 او من 1 لـ7، وبمسك الترقيم ده اكرره في اماكن تانية من نفس العنصر اللي انا بلونه، وده بيخليني بظبط التدريج بتاعي وبخلصه بسرعة. ويفضل ما كترش من التقسيمات عشان ما تاخدش معايا وقت كبير اثناء الامتحان وان انا اهمل الارضية. طيب يعني ايه مثلا؟ يعني هاجي هنا في الطائر ده انا ممكن الون الطائر ده بتدريجات لون واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا هرقم العرف ده برقم 1، وهرقم الجزء ده في البطن دي برقم 1، وهرقم الجزء اللي بعديه برقم 2، والجزء الدوران اللي في البطن ده برقم 2، والديل هنا برقم 2، ورقم 3، ابتدي ان انا ايه ادرج ورقم وارمي الارقام بتاعتي في كل حته في العنصر. وانا بلون واحد هنا في العرف، هلون واحد هنا في البطن، هلون واحد هنا في الديل، وانا بلون 2 هنا حوالين العين، هلون 2 هنا عند البطن، هلون 2 هنا عند الظهر، هلون 2 هنا في طرف الديل. ده ليه بقى؟ ده عشان اخلص التلوين بتاعي بسرعة وما اخدش وقت في التلوين، وفي نفس الوقت ما استخدمش الوان كتيرة، فبالتالي يطلع العنصر بتاعي متقسم. هنا مثلا انا ممكن الطائر بتاعنا ده انا ممكن الونه كله بدرجات الابيض والاسود، تخيلوا، ويطلع حلو. ممكن الونه بدرجات البرتقاني او الاحمر والاصفر ويطلع حلو. ممكن الونه بدرجات الازرق والابيض ويطلع حلو. وهقول لكم مجموعة تدريجات ألوان بإذن الله وشوية تركيبات ألوان، يا ريت تبقوا قاعدين كده بالقلم وتكتبوها وتحاولوا إن أنتوا تدربوا نفسكم على حاجة قبل ما أروح الامتحان. أنا هتدرب إن أنا هلون بالطريقة دي، مش هلون بطريقة تانية. تمام؟ نبص برضو هنا. لو أنا حطيت مثلا هبتدي بأفتح درجة. طبعا في التدريج ببتدي بالفاتح وبغمق، ما ببتديش بالغامق وبفتح. يعني مثلا هستخدم اللون اللي هو الأحمر مثلا أو اللون الأصفر وهدرج بالأحمر، بحط شوية أبيض في باليتة اللون، وبعد ما بحط شوية أبيض في باليتة اللون بحط عليها سنة أصفر، ويبقى جنبي شوية أحمر عاملهم برضو مدربهم بالمية، وعلى طرف الفرشة اعمل درجة 1، اخد شوية من الاحمر واقلبهم على شوية الاصفر والابيض اللي انا عاملهم، فتبتدي تديني درجة رقم 1، واروح ملون بيها الجزء ده. ده رقم 1 وده رقم 1 وده رقم 1، وبعدين اروح واخد على سن الفرشة برضو الدرجة رقم 2 من الاحمر، واقلب على الاصفر والابيض اللي انا كنت عاملهم فيغمق سنه، فاعمل الدرجه رقم 2 هنا مثلا وفي البطن وفي جزء من الديل، وهكذا. ممكن اعمل يعني 15 20 درجه بنفس الاسلوب ده، ممكن اعمل على فكره، وبيديني كانه تدريج لوني، يعني مش كانه تدريج، كانه تسيح الوان. تدريج اللون هنا بيبقى مقرب من بعض قوي، فبيديني كانه ايه؟ تسيح الوان. طب ازاي الون التصميم بتاعي؟ طلاب كتير قوي بيتحيروا لما بيقوموا بتلوين اللوحة بتاعتهم. طبعا بيعتمد على الحس الفني اللي ناتج من مشاعرهم الشخصية والإنسانية ومهاراتهم اللي هم اتعلموها، اللي ممكن يبقى الطالب شاطر جدا لكن يجي في الامتحان يحاول ان هو من كتر خوفه فيعمل حاجة فيعني يبقى الآن او مش واثق في نفسه شوية. لا، انا عايز اتثق في نفسك واشتغل بجراء، وبص كتير على تصميمات ملونة، وبص على زمايلك وهم يعني مش في الامتحان طبعا، يعني بص على تصميمات كتير زمايلك كانوا عاملينها في اي جروبات من الجروبات اللي انتوا كنتوا عاملينها مع بعض، وتشوف كانوا ملونين ازاي. لان التلوين ده مهارة بتيجي من خلال الخبرات المتراكمة. يعني التلوين انت عشان تلون حلو
لازم تشوف لوحات ملونة كتير، لازم تبص كتير، لازم تلون كتير، ولابد انا بقول لك قبل ما تروح الامتحان تعمل بيان عملي مع نفسك كده في البيت وتلون تصميم على الاقل، وتعمله بتدريج اللون، ما تسيحش لون في الامتحان لان انت بتلون مساحات مش مطلوب عندنا في المنهج بتاعنا ان انا اسيح الوان حتى لو كانت مهارتك عالية فيه. يفضل تشتغل بايه؟ بمساحات اللونية وتدريجات الايه؟ الالوان. كمان هنبص مثلا هنا هنلاحظ ان الطالبة زميلتنا اللي من محافظة دمياط اللي لونت العنصر اللي احنا شايفينه ده كانت يعني موفقة جدا في العنصر في تدريجه، ولكن حصل هنا مشكلة كبيرة في التصميم ده. طيب انا درجت العنصر، عملت الارضيات بنفس لون العنصر، فالعنصر تقريبا تاه مع الارضية، العنصر تاه مع ايه؟ الارضية. مع ان زميلتكم بذلت مجهود بدأت اهو باللون الفاتح وليكن الابيض، بدأته من هنا اهو، افتح درجة عملت اللون الابيض وعليه شعرة الاحمر خفيفة جدا، وبعد كده عملت درجة نمرة 2 حطت هنا وهنا، نمرة 3 هنا وهنا، نمرة 4 هنا وهنا، نمرة 5 هنا وهنا، وهكذا لغاية ما انتهت هنا. طبعا وهي بتلون هنا بتلون كمان في الاجزاء دي، بتلون كمان الجزء ده، بتلون كمان الجزء الخلفي ده، بتلون الجزء ده، يعني بتوزع الالوان بتاعتها كويس. وبعد كده راحت عاملة باللون اللبنيات نفس الطريقة في الديل وفي الجناح وفي الصدر للطائر، لكن للأسف الأرضية بتاعة الشكل هي نفس لون العنصر، فهنا اللي حصل يعني العنصر داب مع الأرضية، ما عملش التباين المطلوب اللي يخلي الأرضية تبان والعنصر تبان، فده كان خطأ كبير جدا من الأخطاء اللي ممكن يقع فيه الطلبة، ان هو يستخدم في العنصر الأساسي للشكل نفس الألوان اللي هو استخدمها في الأرضية. تمام؟ طيب لأن زي ما احنا شايفين مكونات التصميم اللي انت بتلونه بيتكون من عنصرين أساسيين، الأشكال النباتية أو الحيوانية أو الهندسية أو الكتابية الموجودة بالتصميم، وبيتكون من أرضية أو خلفية التصميم وهي المساحة المحيطة بالعناصر، وتعتبر هي يعني المساحة اللي العناصر دي عايشة جواها أو الأشكال دي عايشة إيه جواها. وزي ما قلنا طيب إيه هي الشروط اللي إحنا لابد إن إحنا نراعيها في أثناء التلوين؟ أول حاجة حاول إن الألوان في التصميم بتاعك ما تزيدش عن 3 ألوان بالتداخلات بتاعته، ما تزيدش عن 3 ألوان بالتداخلات ايه بتاعته. راعي قوي ان التداخلات بتاعت الالوان دي تكون منسجمة مع بعضيها انسجام تام. يعني ايه؟ هنشرح دلوقتي ايه هي الالوان المنسجمة على دائرة الالوان عشان تبقى فاهم وانت بتلون ازاي انا ايه هلون. لابد ان انت ما تستخدمش الوان قوية والوان ضعيفة في العنصر جنب بعضيهم عشان العنصر ما يبانش ان هو متقطع. يعني برضو كان من ضمن الحاجات، بس ده الطيور طبعا اشكالها مختلفة، ان البنوتة اللي رسمت الشكل اللي احنا شفناه السابق ده لو رجعنا له تاني ماشي هنلاحظ حاجة، هنلاحظ انها استخدمت لون بارد ولون سخن في تلوين العنصر، فالطائر باين كأنه مجزأ كأنه متقطع. تمام؟ فده عيب من العيوب. لو كنا استخدمنا نفس الدرجات دي مثلا وحطينا ليها لون اصفر بعد كده
وغمقنا شويه في الاجنحه مثلا كان ممكن التصميم او العنصر يكون ايه ناجح، ولكن هي اجتهدت وتدريجاتها حلوه. طيب لابد ان انت ما تسببش شوشره بصريه، تخلي التصميم بتاعك مش مرغوب بصريا، تخلي اللي بيبص له مش عايز يبص له كتير. وطبعا احنا قلنا ان لابد ان الشكل يكون مختلف عن لون الارضيه، اذا لو انت الارضيه بلون غامق او دافي، لو انت الاشكال بلون فاتح او بارد، والعكس صحيح عشان التصميم بتاعنا يظهر او يبان. طيب لما تختار الالوان لابد ان الالوان تكون منسجمه مع بعضيها. يعني ايه انسجام لوني؟ الانسجام اللوني بيعني ان الالوان تكون مشتركه او مشتركه مع بعضيها في اصلها اللوني. مثال مثلا اللون البرتقالي، اللون البرتقالي بينسجم مع الاصفر. طب ليه؟ لان الاصفر اشترك في تركيبه. اللون البرتقالي الغريب بينسجم مع البني. طيب ليه؟ لان الاصفر داخل في تركيب البني. ينسجم الازرق مع البني عشان داخل في تركيب البني. لما تحط الالوان المنسجمه جنب بعضيها بتدريجاتها العين بترتاح. انا عايزك بقى وانت رايح الامتحان ايه الادوات المفروض انها تكون معاك. اول حاجه انت لابد يبقى معاك باليتة بيضة. باليتة بيضة، ما تجيبش باليتة ملونة. ليه؟ لانك لو جبت باليتة زرقاء او حمراء او خضراء من اللي بتتباع دي، لما تيجي تحط اللون فيها انت مش شايف اللون كويس واللون درجته مش باين. يبقى هجيب باليتة بيضة، ويفضل تكون العيون بتاعتها كتير. هجيب فرش الشعر بتاعها كويس، والشعر بتاعها مدبب مش شعر يكون بايظ. يفضل يبقى معايا فرشة رقم 1 و3 و7 او 2 و4 و8. تمام؟ ليه؟ عشان الدرجات الصغيرة دي اللي انا هحدد بيها، دي هاملة بيها الاماكن المتوسطة، و7 دي او 8 هاملة بيها الباك جراوند او الارضيات. يبقى معايا قطارة مية عشان اللون كل شوية انا محتاج وانا بزوده وبتقله محتاج احط له نقطة مية وانا بقلب عشان اللون ما ينشفش مني في الباليتة. باخد معايا ازازة مية نص لتر كده بلاستيك، وكوباية بلاستيك عشان اغسل فيها الفرش، وقطعة من القماش، وباخد معايا سولوتيب وقلم تحبير وفرشة قديمة عشان اقلب بيها اللون، ومعلقة صغيرة. بأمر الله تعالى يعني احنا اتكلمنا النهاردة على ازاي نلون وازاي نكبر وازاي نعمل عملية ظل ونور. المادة ان شاء الله مادة جميلة، ودي المادة اللي بتطلع انت فيها، انت كطالب او طالبة بتطلعوا فيها الابداعات بتاعتكم. ارجو ان احنا ندخل وما نبقاش قلقانين، نحاول نراعي كل المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة، وباذن الله تعالى الى لقاء اخر ان شاء الله.